فين بدي حصلت حرب حقيقية كبيرة أسوأ ما يمكن أن يتصور إنسان. النتائج على الأطفال كانت هي تشوه بكل معنى الكلمة، قلة نوم، اضطراب نفسي وعقلي، صراخ، عويل. القنابل العنقودية غطت أجزاء كبيرة من هاي البلدة، مئات آلاف القنابل، وما عم بيلحقوا اليونيفيل مع الجيش يعني ينظفوا كل جنوب لبنان من ال... وهذا يعني هاي قمة المأساة. إنسان بيشتغل يعني بالجمعة، يوم الجمعة وأحد عنده عطل، بيروح بيحوز زيتون بنوله بسمده بيجيب فين كتب. بس أنا بحب الشغل على البرية الصراحة، يعني لأن البرية فيها خطر، يعني بعد الأرض ما خليك العنود. هلا بالليل لما بفيق بيقوم بيصير يجوف وبيبكي وبده يضل بالليل لبرا، يعني بانه كأنه بلا عقل بالمره. هو حسين بالنسبه للمنصرع من ال ايه منصرع من ال لما طلعت فيه. جيت واحده بعيده عن قلبه نص سنت، واحده بعد على الرويه. تعبت أقول لك أكثر شيء بيعبيه صار وش شهر نص الصبي الصاوب الوليد ما شفتش، يعني عباس تعبت بجسمه كله كيف لما ندعس مثلا سحب الشيء اسمه طلعت فيه لما ضل معه الواحد. لك يا ريت مش عم بيعرف يور بايش نوعه عقل، يعني من وهج تأثير كتير. مش الواحد انه يروح ويرجع هاي حدا يا اختي بيزعج، يعني قلت لك انا بيزعج لسه لقيت واحد يعني وشرف ارضي وارضي لقيتها تحت تحت الصخرة كانت تسمعي فيها الحجر عم نعمل الحجر مثل لسه مثل هالمسنين خلقت هي تحت منه. بالاول كان يلعب مطرح بدي اما اسا لا لا جرب اني اسا اللي مش مثلا مشوا معي مثلا على البرية بروحوش بدي بركة طلعت فيه العنقودية مثلا او طلعت ببي يعني بيفزع بيفزع كمان مثلا عبيه قبل ما يفزع عليه كمان هو يعني بيقول لك مثلا بي اذا راح من بده نحن يعيشنا او لا حالي صعب كتير على ال...
يلعب يعني قصة هيك بالفوتبول بالقليل هو رفقاته يعني دايما بيسلل على الصفير يحب هيك يعني أشياء يلعب فيه. هلا بيه ما عادش يعني كمان أمن على يظهر على البرية يعني إذا بيظهر بالسرعة بلش يظهر يعني لأنه ما عادش في أمين بالأرض بعد اختفاء عن ودي يعني. حسان إنه فزعنان إبي يفزع وإست ما عادش يتجرع وروح يلعب ومثل ما كانوا يروحوا يلعب يعني إست إذا بنروحوا على هالمطرح بقول لهم أنا فيا عن ودي أصحت روح تطلع فيك ندل اللعب للولد مثل المي للسمك الولد بينمى من خلال اللعب بيكتشف العالم اللي حواليه من خلال اللعب بيتعلم من خلال اللعب بيبني علاقاته الاجتماعية من خلال اللعب إذن اللعب للولد هو المحيط أو الأداة الأساسية اللي بتخلي ينضج يكبر ويتعلم. مين هذا؟ بسبب القنابل العنقودية فقد جزء كتير كبير من مسرح اللعب تبعه. نحن بالريف وبالريف الولد الحقل هو أول ملعب له. عندما فقد الولد المساحة أصبح يتحرك بمساحات ضيقة مثل السمكة اللي كانت بالنهر وحطيناها بوعاء من زجاج حريتها وحركتها تقيدوا وبالتالي نمو الولد بيتقيد. الحق باللعب هو حق أساسي يشبه حقه بالأكل وبالنوم وبالأمان. حأطف زعتر روح أبرم مع عشوش كنت لقيهم بالعشوش على الشجرة بقلب العش خلينا يكبروا وارجع جيب حطهم بالبيت وطعميهم. كنا نروح نقطف زعتر هلا ما بقى فينا كنا نضهر عشان كانش في أنيب العنقودية كنت أنا ولد عمي أربعة وخي كنا قاعدين قمت عم نتفرج على الجراف والكاميون في ظهر قضب حدب من الكاميون قام دقر بالشجرة قمت وقعت وانفجر أنا تصاوبت أنا وخيي ولد عمي اجوا إصابة الخفيفة وابن عمي استشهد. مثل اللعبة اللي كنا بنلعبها دي مثل اللعبة بتؤدي إلى القتل الواقع.
زلمة. نديم بدي اياك كلمتين. نديم يا جزاء. نديم نديم. تامر اسمي تامر وعمري 10 سنين. مشاكل بواجهها ان كل يوم استشهد 2 و3 ودائما بفكر كيف اني مش في حريتي، ان بلادنا مغلقة. وعلى ايد بوش واوباما وشارون قاعدين نهزم وبتقتلوا شهدنا، والناس بدل ما يروحوا يستمروا، واحنا شعب ما نعرفش كلمة الاستسلام، راح نظل نقاوم مهما زالت الاوهام. الحياة في داخل المخيم نفسه، المخيم عبارة عن 12,000 نسمة، الجيران ملتصقين في بعضهم البعض. التركيبة النفسية للإنسان للطفل مش معزولة عن واقع الاجتماع السياسي الاقتصادي اللي بيعيشه، لأنه الشارع هو الملاذ الوحيد لإلهم، ما في إنه مساحات. بالتالي بتشوف إنه في بصير يقاتلوا بعض، وبالتالي ممكن يضربوا بعض أحجار، ممكن يسبوا على بعض، ممكن يستخدموا ألفاظ نابية أحياناً. بالتالي الشارع مش مناخ جيد عشان الناس يتطوروا، عشان الأطفال يتطوروا ويتقدموا، ولكن هذه ظروف المخيم بشكل عام. شاهد دور نمثل دور الشهداء، نلعب جيش عرب، نجيب خشب نقصه، نحط لها مسامير نظبطها هيك، وكان لنا سلاح، وناس بتلثموا وناس بموتوا على الارض، وكان الناس مستشهدوا، ومنجيب مرات نشتري فروض. اسكت اسكت هاي آخر مرة دخلوا فيها الجيش والغاز، وأنا أتفرج من البرندة تاعتنا عبت الدنيا، وبطلت أشوف كل الدنيا زي الضباب، بيضة بيضة الدنيا. وكنا ونزلنا إحنا الأولاد والناس، نزلنا نحمل حجار ونسوي مالتوف، والمالتوف عبارة عن قزازة بنحط جواها كاز، بنجيب شريطة نكحف كاز، بنجيب الغطاء تاعت الكنينة نخزقها نغطيها، بنحط الشريطة جوا، بنولع الشريطة ومنزتها تبرج النار عليها. هاي حالة يومية، هاي زي الغذاء، نفطر وبنتغدى وبنتعشى على السياق.
بيحكوا بالسياسة وكأنه هو عمره 40 سنة و30 سنة. هاي المسألة مش لأنه نبيه ولا لأنه أذكى من أطفال العالم، هو زيهم بس ظروفه خلقت منه إنسان بفهم هاي القضايا. الطفل اللي هان بيقدر يحكي عن الاحتلال، بيقدر يحكي عن القنبلة، بيقدر يحكي عن هدم البيت، بيقدر يحكي عن العنف. بالتأكيد رح يخلقوا ناس، الظروف خلقت ناس أطفال واعيين سياسياً داخلين بالسياسة، شئنا كآباء أم أبينا هم داخلين بالسياسة. ما بدي ابني يحكي بالسياسة، يعني بلاكي تامر إنه بحكي عن الشهداء، بحكي عن أوباما، بحكي عن خلينا نسميه هلا نتنياهو، قبله شارون، قبله أولمرت، يعني تقلبات الحكومة الإسرائيلية. يعني أنا كيف كأب بصدق بحكي مشاعر أب هلا، ما بدي ابني يحكي بالسياسة، ما بدي ابني يقوم بمنتصف الليل على صوت إطلاق نار. اللي هي الحياة الاجتماعية في المخيم، حياة بتخلق من الطفل رجل قبل أوان. أتحرر وأكون حر ويكون عندنا ملاعب ويكون عندنا مسابح، فيش استاد زي البلاد الثانية أوروبا ومصر وأمريكا وكل هالبلاد عندهم ملاعب وبيلعبوا وكيفين وبلادهم مش مغلق زينا. وبتمنى الأطفال الثانية تكمل حلمهم، وبتمنى اني اسافر في طيارة واشوف بحر واعيش زي البلاد الثانية. احنا ما عندنا حلم، للطفل ما عندنا حلم، لانه الاب ما عنده حلم اصلا. الأحلام معدومة لأنها بتصطدم مثلاً في مستوطنة، بتصطدم في جدار، بتصطدم في وجه الصبح مثلاً إنها جبال داخلة بدها تعتقل، بتصطدم في الأخبار السياسية، بتصطدم في الأحداث غزة، بتصطدم في أحلام طفل إنه يشوف البحر. أنا مش قادر أوديه على البحر. بني آدم في هالأيام أو البشر وصلت القمر، وصلت المريخ وما أبعد، وإحنا عمالنا بنحلم لسه إنه الواحد يقدر يروح مثلاً عرم الله بدون ما يتفتش. وبحب إني أكون أنا عالم وأصنع إشي، أنتج إشي، أكون عالم، أطلع على الفضاء أشوف حالات الجو وأكتشف الزلزال كم من درجة بده يكون. وبتمنى أني أسافر في طيارة
وأشوف بحر وبشوف السماء، بشوف كيف العلماء بيطلعوا على الفضاء ويشوفوا قديش الشمس بعيدة عن الأرض وبس.